إدارة اتحاد الكورة كان موجود، وفي زيارة بقى سميها زيارة تفقدية، زيارة سياسية لمقر الاتحاد، بيشوفوا بيقولوا احنا ايه اللي هيترمم، احنا هنتعامل مع الوضع كمبنى ازاي، وهنتعامل مع الوضع الرياضي والجنائي اللي حصل ازاي، وبيأكدوا ان اللي هاجموا المبنى ما هماش الألتراس، لا دول عناصر شغب. بعد أحداث العنف التي شهدتها القاهرة بالأمس واندلاع الحرائق في أماكن عدة عقب النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة استاد بورسعيد، نظم اليوم العشرات من الرياضيين وقفة احتجاجية بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي تم حرقه بالأمس للتنديد ضد ما يحدث من تدمير للمنشآت العامة وحرق للتاريخ الرياضي ومحو آثار الماضي، كما ذكر الرياضيون من خلال زيارتهم لمكان الحادث. في لجنة من كلية هندسة جت إن شاء الله بتعاين المبنى، هي مبدئيا طمنتنا على المبنى وعلى المنشأ إن هو مبدئيا طبقا للرؤية المبدئية إن هو سليم، ولكن هيجي ياخدوا بقى جسات وياخدوا كل الكلام ده بتفاصيله، وان شاء الله بمجرد الانتهاء هنشوف اذا كنا هنطور فورا ولا هيتم الازاله واعاده البنى من اول وجديد. البنى سهل، الطوب سهل، لكن التاريخ هتجيبه منين؟ التاريخ ده اصعب ما يكون، مش هتلاقيه خالص. اما دمروا تاريخ مصر امبارح الرياضي، عايز اقول لحضرتك ده عمليه منهجه، انت مش هتلاقي الهارد ديسك في كل الكمبيوترز متشاله، مسروقه في كل الكمبيوترز، في كل اللي لجنه الحكام، لجنه المسابقات، لجنه شؤون اللاعبين، اداره الحسابات، كلها الكمبيوترز الهارد ديسك بتاعتها كلها مسروقه. اللي حصل ده بلطجه وناس خارجه عن القانون، جم حرقوا مال عام وحرقوا تاريخنا كرياضيين. ده ملوش دعوه بقى لا بقصاص ولا له دعوه بثوار ولا له دعوه بحق الشهداء، الكلام ده مش موجود خالص. اللي عمل كده لازم الناس اللي عملت كده لازم تعاقب ولازم تحاسب. وعن العناصر المخربة التي قامت بتلك الأفعال، استبعد أغلب الرياضيين أن يكون هذا الفعل من جمهور ألتراس أهلاوي، مبررين قولهم بأن هذه الأفعال من مجموعات مندسة هدفها تدمير مصر على كل المستويات، مؤكدين في الوقت نفسه على أن الفرصة لن تتاح لهم بوقف الحياة الرياضية، وهذا ما أثبته صدور قرار استمرار النشاط الرياضي حتى في خضم تلك الأحداث على الساحة. عمري ما شفت روابط مشجعين او مشجعين اعتدوا على منشأة او اعتدوا على اي حاجة، دول لهم هدف، بيحبوا ناديهم، بيحافظوا على ناديهم، بيدافعوا عن مصالح ناديهم، لكن يعتدوا لا. اللي بيعتدي وبيعمل الكلام ده ناس موجهة وناس بلطجية. ما اعتقدش ان انسان عنده دين يحرق مسجد، والمسجد ده كمان بعيد عن المبنى، داخل اتحاد الكوره لكن بعيد عن المبنى، فاللي يحرق ده لا دين له. فاعتقد ان دول ناس ارهابيين، ولا اعتقد ان هم يكونوا التراس على الاطلاق. بيقولوا انهم طلعوا وقالوا لهم فضوا عشان احنا هنحرق، طب دول لهجتهم ايه؟ طب دول لابسين ايه؟ لكن اللي انا شفته في الحقيقه موضوع يعني صعب جدا، الاتحاد تماما اتدمر. وبعد الشجب والادانه والاعتراض والوقفات الاحتجاجيه، متى ستهدأ مصر؟ ومن سيحاسب على كل هذا الدمار؟ سؤال يتكرر يوميا دون إجابة. عماد إسماعيل، جملة مفيدة.